كده استحملي بقى اللي جاي. انا هاخد حقي. حقك تاخده مني يا عتريس يا ناجي. وبالنبوت الله، هي الحاره بقى فيها فتوى تاني غيري ولا ايه؟ ده المعلم سلطان الناجي. الله، الزهر راحت عليك يا معلم عطريش. راحت عليا؟ طب تعالى كده يا حبيبي، خد علم عطريش الناجي. اسم الله عليه، اسم الله عليه، دوت قوه. اسم الله عليه، اسم الله عليه، عطريش الناجي. اسم الله عليه، اسم الله عليه، انا نبوت اترفع يا عتريس هناجي. وانا مش هنزل لك نبوت بجد. ردت نفسي صح؟ طبعا غبي. طب اعمل ايه؟ ده هيعبطني. بص، في الحالات اللي زي كده بيحطوا نبابتهم قدام بعض وبيقعدوا يلفوا. استهلك لي وقت على قد ما تقدر. ايوه، لحد ما ايه يحصل يعني؟ لحد ما ربك يأذن. لهاش حل. نبوتك راح فين يا حلاوه؟ اهو عتريس هناك. هنفضل نلف كده كتير. اتقل يا عتريس. عايزين نتعارك قبل ما تليل علينا. ما قلنا اتقل يا عتريس هناجي. انت مالك كده؟ مالك مش على بعضك كده ليه؟ اثبت يا جدع انت. صلى الله عليه.